انتشار مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشباب العراقيين. هم طبعا متواجدين بأحد محافظات العراق. على الأغلب هؤلاء الشباب عمال ظهروا بالفيديو وهم ديماسحون صديق لهم، بحيث شالوه وخلوه بحفارة أو رافعة مثل ما نقول. وبدأ الشاب يلي بوسط الحفارة خايف، بس بنفس الوقت ماخذ الموضوع من باب اللعبة والمزحة. طبعا تم تداول هذا الفيديو مشاهدينا تحت عنوان حال الشاب العراقي من يتشاقى ويا صاحبه. خلونا نشوفه. اربع